كم عدد الشركات اللي بدأت تقدم الفاكسين للعالم وكم عدد الجرعات اللي بيتم إنتاجها يوميا؟ هل الحوامل ينفعوا ياخدوا الفاكسين؟ هل الأطفال يقدروا ياخدوا الفاكسين؟ هل في سلالات جديدة لفيروس كورونا؟ وهل الماسك بيقدر يتعامل معاها؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. بدأ الوباء في ووهان الصينية في شهر 12 2019، بعدها بقليل جدا الـ WHO اعتبرت ان ده بانديميك ايشو موجود في العالم كله، ومن هنا بدأ يحصل اللوك داون. ظهر الامل مع شركات تصنيع الفاكسين من اول ربيع 2020، بدأ الانتاج، بدأت الترايلز، بدأ حقن الجمهور، وبدأنا نراقب النتائج. بدأ العلماء يفكروا بطريقة لصنع الفاكسين. في ناس فكرت بالطرق القديمة، وفي ناس بدأت تبتكر طرق جديدة. السباق ما وقفش، السباق مكمل لغاية النهاردة. السباق لحماية البشرية من الوباء اللي عايشين فيه. الدول اللي اتجهت للطرق القديمة والتقليدية لصناعة الفاكسين مشكورة، بدأت تحقن الجمهور بالفاكسين وجايب نتائج، والدول اللي بدأت تصنع بطريقة جديدة للفاكسين وأول مرة نشوف الطريقة دي في صناعة الفاكسين، النهاردة بنشوف برضو نتائج كويسة. أيهما أحسن؟ أيهما أفضل؟ السؤال ما يتسألش كده. الأول، النوعين الفاكسين اللي العلماء وافقوا وأقروا بيهم، الاثنين تم الموافقة عليهم من أعلى وأكبر الجهات الصحية في العالم، ألا وهي الـ FDA. الـ FDA أقرت لشركة فايزر باينتك طريقة جديدة لتصنيع الـ DNA، الكود بتاع الفاكسين اللي بيتم حقنه في فايل وتحفظ درجة حرارته في ماينس 70 درجة سيليزيوس. نقدر نتداوله في الـ Hospital Spots، في الـ Injection Areas، لمدة 3-4 أيام في ماينس 5. الدول الأخرى اللي تم تصنيع الفاكسين بالطرق القديمة بيتم حفظ الفاكسين في درجة الحرارة العادية. السباق ما بين شركات الأدوية لتصنيع الفاكسين ما هواش لغرض الربح، هو لحماية البشرية. النهاردة عندنا في شركتين موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، فايزر بايونتك وموديرنا، والشركتين دول بيعتمدوا الطريقة الجديدة لتصنيع الفاكسين اللي أول مرة بتطبق وبتم الموافقة عليها من الـ FDA، وبيتم وجود تحقيق وريبورتات كبيرة جدا للنتائج لدرجة احنا ما كناش متخيلينها. وفي كمان بريطانيا بالتعاون ما بين جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا تم إنتاج كميات مهولة من الفاكسين. بدأ النهاردة تطعيم أكتر من 100,000 مواطن في الأسبوع، وبيتم توريد اللقاحات على مستوى أوروبا بشكل كبير وبقية دول العالم. الصين من ربيع 2020 تحت شركة ساينو فارم بدأت في توزيع ملايين اللقاحات في ميجا ترايل كبيرة جدا بالتعاون مع دول كتير، والنتائج برضو مطمئنة. النهاردة بنشوف روسيا حقنت أكتر من 1,000,000 مواطن روسي، وبتبعت كميات كبيرة جدا من الفاكسين على كل المستويات. التطعيم ما يقلقناش وما نخافش، تم إعطاء التطعيم لأكتر من 15,000,000 مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتر من 13,000,000 مواطن صيني تم التطعيم، 1,500,000 مواطن روسي تم التطعيم، أكتر من 500,000 مواطن في بريطانيا تم تطعيمهم. نقدر ندي الفاكسين للحوامل ولا لا؟ الريبورتس والعلم بيقول ينفع، لكن لسه ما جربناش. هل ينفع نروح ندي للأطفال؟ الريبورتس والأرقام لسه ما قالتش، لكن شركة موديرنا في أمريكا النهاردة بتدمج العمر من 12-16 سنة جوه الترايلز بتاعتها. ما عندناش وقت كبير نقدر نحكم بيه على الفاكسين، لكن لحد النهاردة بعد أول جرعة الدول المتقدمة جدا في التصنيع وفي المراقبة قالت إن 0% الناس اللي بتدخل المستشفيات بعد أول جرعة. بعد الجرعة الثانية هيتم وجود مناعة قوية جدا تمنع أي حد إن هو يتصاب تاني بالمرض اللي عليه. ما عندناش
إجابة يقينية إذا كان الفاكسين بيقدر يحمي من كل سلالات كورونا ولا لا. لكن العلماء أقروا إن الفاكسين النهاردة قادر إن هو يحمي البشرية من كل السلالات اللي تم التعرف عليها حاليا. شكرا لكم.